طبعا في البداية نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء والإدارة العليا متمثلة في السيد المدير العام، طبعا يعتذر منكم اليوم موجود في مجلس الأمة عبد الكريم تقي، والموجود أيضا كذلك السيد المدير العام بالتكليف فهد سحاب المطيري، والنواب السادة النواب والأخوة والأخوات الموظفين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات. طبعا احنا عادتنا كل سنة كنا نسوي نشاط اللي هي الغبقة اللي كانت أم عبد الرحمن تقوم فيها اللي هي رئيسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. هالسنة ارتئينا لأن وضع رمضان الصلاة طبعا متأخر والتوقيت شوي متأخر، ارتئينا أن إن شاء الله هالسنة نغير النظام في مجلس الإدارة ونخليها إن شاء الله لكم قريش، بنفس الوقت نسوي سحب المسابقة الإسراء والمرأة. قالوا لنا في قريش تعال ننزل تحت، قلنا بننزل ناكل بس. لكن تفاجئنا الجماعة مسوي لنا صراحة ترتيب جدا مميز. أنا أشكر الأخت هاني وينها؟ للأمانة يعني يعني تنظيم مميز للأمانة، ونشيد بجهودك، جهود الإخوان في النقابة ما قصروا يعني فاجئونا في الترتيب هذا. ما هو غريب عليكم صراحة، النقابة يعني أنا شاتي فيها مجروحة جدا نشيطين الإخوان سواء في إقامة الفعاليات الاجتماعية دائما يرتبونها ودائما سباقين في هذا الأمر. أنا للأمانة طلعت على أساس أشكركم في التنظيم وأشكركم في التواصل، وهذا يخلق نوع من الود والتواصل بين الموظفين. شاكر لكم وشاكر على الحضور، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.